قطعة سالمون قصصها لي مكعبات، خلط طحين مع شوية نشا، هني بيض وهني بقسماط فانتوف مع ملح وفلفل أسود، قفشة بصل بودر، قفشة فلفل حار، وأخلطهم وأقلب السمك فيهم بالطحين، بعدين بالبيض وبعدين بالبقسماط. حطهم بصحن وأدخلهم للفريزر شوي خليه يمسك البقسماط. إذا ما تبون تسوون كل هذا تقدرون تطلبونهم جاهزين من سيدز، مسوي لهم الكوتينج ومفرزينهم. بعدين أحطهم بالزيت، أشيلهم بس يأخذون لون كذي. صفيت الزيت وأقلي لي فيه بطاط، أرشهم ملح وهم حارين للحين. قلبهم حق الدب، راح أحط مايونيز مع شوية من عصير ليوزو. تقدر تحطون عصير ليمون، هذا نفس الليمون بس ياباني وطعمه قريب من الليمون يعني حامض، مع ملح فلفل حار، خللة واحدة، قفشة كيبرز، قصصهم وحطهم ويا المايونيز. ممكن أزيد شوي، أبي أقدمهم بهذا الصحن البلاستيك ويا ورقة زبدة، ما يكفي. حط الصوص هنا وبس، بسم الله. صلصة عجيبة، السالمون بروحه لذيذ، والمايونيز باليوز هم بروحه بعد لذيذ، البطاطا حلاتها ويا كاتشب كالعادة. تشوفونهم يمكن صغار وايد بس الأكل دسمة. السالمون كله زيت ومقلي، والمايونيز هو زيت. حلوين كلهم بس يشبعون وايد،